هذا الأخ السائل يقول في الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هل هذا يعني أن من يطبق أركان الإيمان ويعمل الصالحات يدخل جنة الفردوس؟ نعم، هذا نص الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم.